السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صديقاتي، هل لديكن أقنعة تنكرية في بيوتكن؟ هل ترغبن في اقتناء مثل تلك الأقنعة؟ إذن ركزن معي. الأدوات المطلوبة هي طبق من الفلين، علبة الألوان، مشراط أو مقص، خيط مطاطي. أما طريقة صنعها فكما يلي: نأتي بطبق الفلين ونرسم عليه القناع كوجه قطة مثلا، أو أسد، أو أرنب، أو غير ذلك، ونلونه بالألوان الجميلة هكذا. ثم نقص مكان العينين والفم، ونقوم بإحداث ثقبين في جانب الطبق مما يحاذي الأذنين بهذه الطريقة، ونربط طرف الخيط المطاطي، ثم نربط الطرف الآخر في الثقب الآخر، وبهذا يصبح لدينا قناع جميل نلبسه على وجهنا. هيا يا صديقاتي اصنعن أقنعة خاصة بكن، وانتظرنني في النشاط القادم مع فنون جديدة.